مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم وجولة صحفية جديدة في العدد الجديد لجريدة الأهرام العربي. على خلفية أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في يناير الماضي واستمرار التحقيقات المشتركة بين مصر وإيطاليا في هذا الشأن، يأتي هذا العدد الجديد لمجلة الأهرام العربي تحت عنوان مصر وإيطاليا ليؤكد ويرصد العلاقات التاريخية بين البلدين على مدار التاريخ من خلال جوانب مختلفة في الفن والعمارة وأيضا علاقات اقتصادية متبادلة بين الجانبين. كل هذا نتناوله بالقراءة والتحليل مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ أحمد سعد الدين الكاتب الصحفي بمجلة الأهرام العربي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني زي ما قلنا في المقدمة، العدد ده يعني يمكن بيرد على أي توتر يمكن أن يصيب العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا في أعقاب هذه الأزمة، وذلك من خلال عدة جوانب مختلفة. ويمكن هنبدأ من الصفحة 16 وبنتحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، وتحديدا بنبدأ بعصر محمد علي ونقرأ هذا العنوان: حكايات دبلوماسية في مسيرة العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيطالية، الإيطاليين سلاح محمد علي لبناء الدولة الحديثة. أستاذ أحمد، يعني كيف بيرصد هذا الملف دور الإيطاليين في مصر في فترة محمد علي وطوال هذه الفترة وحتى حكم الملك فاروق؟ هو الحقيقة يعني هذا العدد تحديدا بيرد على كلمة أساسية، إن هل حادث مقتل الشاب ريجيني يستطيع أن يدمر علاقة تعتمد على تاريخ يمتد لأكثر من 200 سنة؟ صحيح. على الأقل في العصر الحديث. صحيح. هنتكلمش على عصر الرومان. ومعنا في ملف الأفريقي هنتناوله. فهنا أقدر أقول إن هذا العدد تحديدا بيرد بيقول يا جماعة إن العلاقة بين الدول علاقة مختلفة تماما، لأنها علاقات قوية. لو أخذنا من بداية الدولة المصرية الحديثة من عهد محمد علي، هلاقي إن محمد علي أول ما ابتدى يبني مصر الحديثة فكر في إرسال البعثات للخارج. تمام. بعت لكل الدول الكبرى في ذلك الوقت على أساس تعلم المصريين، الذي استجاب له دولتين أساسيتين. هنلاقي إيطاليا في فن العمارة تحديدا، وفرنسا في التاريخ والعلوم الحديثة، العلوم اللي هي الإيه النظرية. صحيح. هنلاقي مصر تأخذ القانون الفرنسي. ليه؟ لأن إنجلترا ما رضيتش ساعتها. تمام. لكن فن العمارة الحديثة القديم معظمه إيطالي. بدليل إن احنا شفنا لما بنمشي مش في وسط البلد بقى اللي هي ميدان التحرير وطلعت حرب، لا، شوفي اسم الأزبكية، سوري، حديقة الأزبكية. حديقة الأزبكية والأماكن دي التراث بتاعها طراز إيطالي. بنتحدث عن القاهرة الخديوية تحديدا. القاهرة الخديوية أو ما قبل حتى الخديوي محمد علي، لأن الخديوي إسماعيل كان ميال إلى فرنسا أكتر. فهنا كان في اختلاف. في نفس الوقت هنلاقي أن محمد علي استعان بأكتر من مهندس إيطالي عشان شق الطرق. فمن هنا احنا بنتكلم على علاقة دول مع بعضها بشكل قوي. ما اعتقدش ان هي ممكن يهزها العلاقات ما بين الدول. بيحدث ان في لحظة من اللحظات تفتر العلاقة، لكن هل تقطع بالكامل؟ تمام. هنا احنا بنتكلم على علاقة لها تاريخ، وتاريخ مش صغير، ده احنا بنتكلم من 200 او اكتر من 200 سنة. صحيح. في ذلك الوقت على هذا الاساس. على كده احنا بنقول ان محمد علي استعان بالمهندسين الايطاليين لبناء الدولة الحديثة في مصر في بداية القرن ال18. تمام. ما زلنا نتحدث عن العلاقات المصرية الإيطالية، ولكن هذه المرة حديثا في عام 2015 وتحديدا العلاقات الاقتصادية. في الصفحة 50 نقرأ هذا العنوان: العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية حبل سري بين البلدين، 1.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر في 2015. يعني نتحدث بالتفصيل أستاذ أحمد عن الملف الاقتصادي في 2015 تحديدا كما يرصده هذا العدد. شوفي احنا لو في قدامنا خريطة هلاقي ان الساحل الشمالي لمصر يقع على الجانب او الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. تمام. لكن اللي قصدنا على طول هلاقي قدامي ايطاليا. تمام. يعني هنا
كل الحكايه ان انا بتكلم في عرض البحر المتوسط. الموقع الجغرافي بيفرض علاقات طبيعيه بين البلدين. بيفرض علاقات مهمه جدا. هلاقي ان انا عندي تبادل تجاري ما بيني وبين ايطاليا بشكل كبير جدا. هذا الملف الاقتصادي قائم على ايه؟ ما قائم على الاستيراد والتصدير. تمام. والاستثمار هنا. تمام؟ بيوصل لواحد واربعة من عشرة مليار. في اللي يقول والله ده مش رقم كبير. لو انا حطيت ايطاليا في الحجم الطبيعي ليه ان هي دولة غير مستثمرة في الخارج بشكل كبير هقول ان ده رقم ضخم بالنسبة لها. تمام؟ هلاقي ان ايطاليا كانت تتعامل في شمال افريقيا مع دولتين اساسيتين. ليبيا بحكم الاستعمار. تمام؟ صحيح. والارتباط الطويل ما بينهم فده موضوع تاني. لكن مصر هي دايما بتتعامل ان هي دولة صديقة. حتى التبادل التجاري ما بين مصر وإيطاليا في كل المنتجات الموجودة هلاقي ان مصر بتستورد الذوق الإيطالي في البدل في الأحذية في غيره. صحيح. بتصدر لها مواد غذائية. هلاقي ان في تبادل كبير جدا. ده تعامل ما بين دول صديقة وليست دول عدوة ما بينها وبين بعض. تمام. أكيد في التعاون الاقتصادي أيضا ما نقدرش ننسى التعاون في مجال التنقيب عن الغاز وتحديدا شركة إني الإيطالية في حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط، واللي يمكن كمان بنأكد ما زال التعامل والتعاون في هذا الإطار مستمر. يعني ده أصبح دلوقتي مش حكاية أنه هو تعاون مستمر، ده أصبح تعاون أساسي. صحيح. في الفترة القادمة. ليه؟ لأن أنا عندي قصادي على طول في إيطاليا وفي اليونان. تمام. وهم الدولتين الأساسيتين الشركتين ليا في التنقيب عن الغاز والبترول والغاز تحديدا. صحيح. فهلاقي أن التعاون هنا تعاون مثمر وتعاون لصالح المصلحة العامة للبلدين مش لبلد بعيدا عن الآخر. فأنا لما يجي أتكلم عن إيطاليا أقول لا ده شريك عضوي معايا مش حاجة بسيطة، وإن الاتفاقات يعني ما زالت مستمرة رغم ما يشوب العلاقات ربما من بعض التوتر. شوفي كلمة اتفاقات يعني. مستمرة احنا بنتكلم طبعا للجمهور الرجل الشارع البسيط، عايز أوصل له رسالة أقول له إن مش خلاف على قضية أيا كانت تقطع علاقة ما بين دولتين أصدقاء. بمعنى احنا هنا ما بنتكلمش في واحد اتخانق مع واحد في الشارع فأهل دول زالوا. ده يصلح في الحياة البسيطة، لكن بالنسبة للدول مهما حدث الاتفاقيات موقع عليها وتستمر إلى سنوات قادمة. تمام. حتى لو العلاقة وصلت إلى فتور غير طبيعي هقول برضو أن الاتفاقية ماشية. تمام. هنا التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية مستمرة برغم هذا الفتور. قد يحدث أن إيه؟ أنا متفق على اتفاق ممكن ان هذا الاتفاق ينمو او يتطور بعد ذلك. ممكن فتور العلاقة يوقف التطور لكن لا يمنع تنفيذ الاتفاق. هنا هي العلاقة ما بين الدول وتحديدا ما بين مصر وإيطاليا. تمام. من الاقتصاد إلى مجال السياحة، وفي الصفحة 52 نقرأ 1.3 مليون سائح إيطالي رهن حل الأزمة، 13% حصة السياحة الإيطالية لمصر. أستاذ أحمد، يعني إلى أي مدى يمكن أن تتأثر السياحة الإيطالية القادمة إلى مصر ببعض التوتر في أعقاب أزمة مقتل جوليو ريجيني؟ هنا بقى لازم نواجه أنفسنا ببعض الحقائق. السياحة مش موضوع أن في شاب اتقتل ولا ما اتقتلش. السياحة مرتبطة الأمن. والأمن دايما بيجي في الدول يقول والله يا جماعة خلي بالكم المكان ده آمن تقدروا تروحوه أو غير آمن بالكامل. فتجنبوا ان انتوا تروحوا. مقتل ريجيني مش هو الأساس ان ممكن يعطل السياحة ولا لا. تعطيل السياحة هنا جاي من الحالة الأمنية اللي كانت عليها مصر خلال الأربع سنوات الماضية. النهاردة عندما ينتهي الإرهاب في سيناء لأن هي الدولة أو هي ده المكان الذي يحدث فيه تفجيرات ويحدث فيه قتل ولا آخره، فبيسمع في العالم أجمع، هنا السياحة تتدفق. بالنسبة للسائح الإيطالي كان السياح الإيطاليين بيحبوا يزوروا مكانين تحديدا، جنوب البحر المتوسط اللي هو ساحل مصر وتحديدا اسكندرية إلى مطروح. تمام. ثم البحر الأحمر اللي هي منطقة شرم الشيخ تحديدا. ليه؟ لأن البحر الأحمر أنا كمصر ما عنديش فيها منافس
في السياحة لا السعودية ولا الصومال ولا السودان ولا الكلام من ده، أنا ملك البحر الأحمر ودي منطقة مهمة جدا بالنسبة للسياح العالميين والإيطاليين تحديدا، عشان هو على البحر المتوسط فيهمه أنه هو يشوف مكان آخر على البحر الأحمر، فبيجي يتدفق السياحة الإيطالية على سواحل البحر الأحمر وعلى مدينة شرم الشيخ ودهب، لأن في هناك الدايفنج والإيطاليين بيحبوها قوي. تأثير شركات السياحة مش من مقتل ريجيني بس، من الحالة الأمنية في البلد لابد أن تكون على استقرار. أما مقتل ريجيني ممكن يعطل بعض الشيء لكن مش هو الشيء الرئيسي، بدليل أن برغم الحالة الأمنية اللي احنا بنقول فيها بعض السياح الإيطاليين لا يزالوا موجودين ومتدفقين على البلد، ليسوا بالكميات